انا مصطفى محمد، ده المشروع بتاعي يعني اخر مشروع ليفل 2، وان شاء الله يعني نكمل في ليفل 3 ان شاء الله. يعني ده اللي انا مختار اعمل اللعبة، لا حجرة طوبة ورق مصر. دلوقتي عندنا هنا اول كود اللي هو from random import random، اللي هو ده بيعمل ال يعني الكمبيوتر بيبقى فيه البرنامج ذات نفسه بيبقى متركب فيه فولدرات كتير قوي. فانا دلوقتي استدعيت الفولدر اللي هو اللي يخلي الكمبيوتر يقدر ان هو يلعب معايا، يلعب يعني لو انا قلت له الاوامر اللي هو يعملها يقدر يلعب يعني معايا اللعبة. وده ال CH ده اسم ال variable عندنا، rock paper scissors، دي يعني دي الاختيارات اللي الكمبيوتر يقدر يختارها، او يعني الكمبيوتر يقدر يختارها. وهنا PC ده يعني اللي هو PC اللي هو كمبيوتر يعني equal CH randint 0202، يعني 02 هنا يعني اصل الكمبيوتر بيبدأ، اصل يعني اللي بي العداد بتاعه، بس الكمبيوتر لما بيبدأ يعد من صفر مش من واحد، بيبدأ من صفر. مثلا عندنا هنا روك يعني صفر، بيبر يعني 1، سيزرز يعني 2. فاحنا هنا بنكتب العداد ان هو يعد بالراندنت، ان هو يعني يبقى راندوم ويبقى من صفر لاتنين. بعد كده player equal false، بعد كده while player equal false، يعني لما لا طالما player false يعمل بقى كل الأوامر اللي تحت دي. player equal string input، فده هنا اللي احنا اليوزر يعني هيعمله. يعني احنا لو عملنا run هيبين اللي احنا عملناه تحت روك، اللي هو الانبوت اللي هو هنا انبوت روك بيبر سيزر، يعني بيخيرني اكتب بروك ولا بيبر، روك ولا بيبر ولا سيزرز. وانا كاتب سترينج يعني عشان يبقى كلام بس، اللي اقدر ادخله في تحت هنا يبقى كلام بس، ما يبقاش حروف ولا ما يبقاش ارقام خالص. input عشان يعني يبقى يدخل هنا. وبعد كده عامل ال quotation marks عشان يبقى string يعني. بعد كده